قالت صحيفة نيوزويك الأمريكية إن الطائرات التي تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن من صنع إيراني، ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن مركبة جوية مسيرة ظهرت في معرض للأسلحة أقامه الحوثيون في وقت سابق من هذا العام تشبه بشكل واضح طائرة كاميكازي المسيرة التي يعتقد أنها استخدمت لاحقاً في هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف أيضاً على الطائرة المسيرة الفريدة من نوعها من طراز دلتا الجناح في أماكن أخرى لا سيما في اليمن، حيث تمتلك جماعة الحوثيين منصة مشابهة جداً يشار إليها باسم وايت. ووفقاً للصحيفة فإنه بعدما استغرق الأمر بعض الوقت ظهرت الصور المتاحة للجمهور للطائرة المسيرة المعروفة باسم شاهد 136 عقب محاولة الحوثي تنفيذ هجوم على محافظة مأرب، كما عرضت الصورة في تقرير نيوزويك الذي أظهر مثل هذه الأسلحة المنتشرة في محافظة الجوف.